Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began. هاي قصة عن القوة. أنا اسمي باسل. مسافر يطا هي المكان اللي كبرت فيه. بداية تصويري هي بداية نهايتنا. جرفات؟ أنا متلم أدخل. في صوت بيطلع يعني مش ناس أنا قاعدين يعني مش يعني فيش بني آدمين. شوف دخلوا. This is what's happening in my village now. Soldiers are everywhere. سلم يا بشر. بيكون كثير حلو إذا بصير سفر. بعدين انتوا بتيجوا تزوروني مش انا بزوركم ولا لا؟ ولا شو تفكر؟ لو انت مكاني شو تفكر؟